يقول بعض الناس لا يصلون إلا في شهر رمضان فقط، هل صلاتهم مقبولة وهل صيامهم مقبول؟ جزاكم الله خيرا. الله يجعلنا على فرض الصلاة في الليل والليلة 5 مرات على طول السنة، بل على طول العمر، فليست الصلاة مقبولة في رمضان فقط، وإنما هي مقبولة في الليل والليلة 5 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن: انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تبنيهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فمنهم اطاعوك بذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله. فهو واجب على كل مسلم ان يصلي الفرائض 5 في كل يوم وليله، والرجل يصليها مع الجماعة في المسجد وتصلى في وقتها الذي وقته الله لها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يكون الرجل مسلم ولا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك، فإن ترك الصلاة متعمدا فهو كافر سواء جحد وجوبها أو لم يجحده، إن كان جاحدا لوجوبها فلا خلاف في كفره، وإن كان مقرا بوجوبها وتركها تكاسلا فهو كافر على الصحيح بقول العلماء. فالذي لا يصلي إلا في رمضان صلاته غير مقبولة، وهو على غير دين الإسلام، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحافظ على الصلوات 5 في جميع السنة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فلا بد من المحافظة على الصلوات، ولا بد من المداومة عليها في كل العمر، من حين يبلغ الإنسان سن التكليف إلى أن يتوفاه الله، لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله ثابتا، ويصلي على حسب حاله. ومما يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال ما يزيد العقل أن الله فرضها على المسافر وعلى المقيم وعلى الصحيح وعلى المريض وعلى الآمن وعلى الخائف، كل يصلي على حسب حاله.